بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. المنتخب المغربي لسه مستمر في تقديم العروض الجميله في بطوله كاس العرب، بس قبل اي حاجه عايزين نتكلم في نقطتين كده قبل ما نتكلم عن المباراه. بصوا يا صديقي، القناه دي قناه رياضيه متخصصه في تحليل المباريات، احنا مش جايين هنا نستغل خلافات سياسيه او صراعات سياسيه ما بين الدول، احنا مش جايين هنا نتكلم بره الملعب، مش جايين هنا نكمل خناقتنا اللي موجوده بره الملعب من قبل السياسيين ومن قبل الناس اللي ما لهمش اي علاقه بعالم كره القدم، احنا جايين هنا بنتكلم على كره القدم، وموضوع ان احنا كنا بنتكلم على الفرق ما بين عرب افريقيا وعرب اسيا، فاحنا كنا بنتكلم على الكوره، كنا بنتكلم على الريتم، كنا بنتكلم على المهارات الفرديه، بس في ناس فهموا الكلام غلط، فيا جماعه معلش لو فهمتوا الكلام غلط انا اسف، بس أنا ده وجهة نظري في الكورة إن عرب أفريقيا بعاد جدا عن عرب آسيا، واللي مفترض كانوا منافسين لينا قرروا إن هم يجوا يخوضوا الدورة بفريق من المنتخب الأولمبي، فإنك تيجي تتكلم على إن في منافسة قوية جدا في البطولة، فالكلام ده بيتقال على الشات بي إن سبورت عشان خاطر يتباع المنتج، إنما إحنا هنيجي هنا نتكلم في المباراة على الكلام ده هنبقى إحنا عالم ظلمة. والدليل على كده منتخب المغرب النهارده قدام منتخب الاردن. منتخب المغرب من المنتخبات القويه جدا، من المنتخبات المرشحه اللي لم يكن المرشح الاول للبطوله، وبرده موضوع المنتخب المغربي مرشح اول للتتويج بالبطوله ده مش عن فراغ. الفرقه دي بطله افريقيا للمحليين تحت قياده نفس المدير الفني اللي هو الحسين عموتة. حسين عموتة لو قعدت تدور كده جوه الملعب هتلاقي في شغل تكتيكي. المنتخب المغربي سجل هدفين من كرات ثابته، ده شغل مدير فني. المنتخب المغربي لعب المباراه على كذا مرحله، ده شغل مدير فني. المنتخب المغربي بيغير في اضيق الحدود، ده شغل مدير فني. النهارده مغير تغييرين بس، مغير السعداني المساك وحاطط مكانه سفيان بوفتيني، ومغير كمان كريم البركوكي وحاطط مكانه وليد ازار، ومكمل بالاربعه 3 1 2 4 3 1 2 اسماعيل حدادي فوق عبد الله الحفيظي ووليد الكارتي ويحيى جبران. الماتش اللي فات كان عبد الله الحفيظي هو اللي فوق، الماتش ده اسماعيل الحدادي هو اللي بيلعب قدام، فالراجل مكمل، الراجل عنده شغل، الراجل بيغير ادوار في الملعب، بيغير مربعات بس، بينزل ده خطوتين وبيطلع ده خطوتين، في شغل شغال بيه السيد حسين عموته مع الفرقه، والفرقه بتقدم اداء قوي جدا، والفرقه عندها رسالتين عايز اتوضحهم. الرساله الاولى ان احنا جينا ناخد البطوله، الرساله الثانيه عم وحيد بص علينا شويه، عم وحيد مش كلها فعلا محترفين زي ما قال عصام الشوالي، وان احنا نقعد نبص شويه على اللعيبه المحليين في منتخب المغرب، لان في لعيبه جدا محتاجه نظره من السيد واحد خلوزيتش. في لعيبه مثلا زي الكارتي، في لعيبه مثلا زي عبد الله الحفيظي، في لعيبه مثلا زي يحيى جبران اتمنى ان هو يكمل اساسي مع السيد وحيد خلوزيتش. في عندك لعيب زي محمد شيبي الراجل اللي سجل الهدف الثالث الجميل جدا اللي بجمله عظيمه جدا من ضربه ركنيه بن شرقي لعبها له وان تاتش، ده بجانب طبعا الهدف الثاني لولدنا بدر بنون، صناعه ولدنا السابق وليد ازارو. هو مش صناعه يعني، هو ازارو شاط عمياني فالكره ترفض، بما ان ازارو يعني موضوع تسجيل الاهداف يعني عنده بشويتين شويه، فالكره شلتت من وليد قبلها بدر بنون بالهدف الثالث الهدف الثاني، وبعدها المنتخب المغربي كان خلص الجيم من ساعه الهدف الاولاني. الهدف الاول اول ما جه منتخب المغرب خلاص طار في الملعب. منتخب المغرب فاجئ كابتن عدنان حمد والمنتخب الاردني اللي كان لسه هيقرر ان هو يرجع تمركز مناطقه عشان خاطر يدافع، لان المنتخب الاردني عنده سياسه كانت واضحه اللي هو هننزل نهاجم نحاول نخطف هدف ونرجع نامن ونلعب هجمات مرتده، بس المنتخب المغربي ما سمحلوش بكده. المنتخب المغربي قال انا اتعلمت درس تونس وتعلمت درس الامارات كويس جدا، انا لازم اخلص الماتشات بدري 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 هنرتاح ونريح كلنا بعض. المنتخب المغربي فعلا خلص بدري بدري وريح نفسه ولعب وان سايد جيم، كان بطل الاول والاخير في المنتخب الاردني الحارس يزيد ابو ليلى. الحارس يزيد ابو ليلى برغم انه شال اربع اهداف بس الراجل يعني الراجل طلع كتير جدا، يعني الراجل طلع كتير الشوط الاول وطلع كتير الشوط الثاني، والشوط الثاني برده على ذكر التغييرات وعلى ذكر ان الراجل كابتن حسين عموده بيقرر ان هو يبقى تغييراته واضحه وبيقرر ان هو يدي فرص للعيبه ما خدتش فرص في الماتش الاول زي محمد فوزير وزي لعيب زي حمزه المنصوري اللي ما اعتقدش ان هو شارك المباراه الاولى، كان طلع مكانه محمد النهيري اللي هو برده سجل هدف في المباراه الاولى واللي هو كان واحد من الناس اللي عملت اسيست المباراه دي، ونزل محمد علي بعمير ومحمد فوازير وسفيان رحيمي ودريس فتوحي مكان وليد الكارتي. واللقطه بتاع الهدف الرابع اللي فيها ضربه الجزاء اللي حصل على المنتخب المغربي عن طريق محمد فوازير التغييره بتاعت الحسين عموته كان فيها لقطه جميله جدا، وهي طلب سفيان رحيمي ان هو عايز يلعب ضربه الجزاء، عايز يخش جوه البطوله، عايز يخش جوه الاجواء، مع ان مفترض ان المنتخب المغربي المتخصص الاول والاخير فيه او متخصص رقم واحد في ضربات الجزاء هو بدر بانون، بس بدر بانون
حسين عموته على الخط، شافوا ان سفيان رحيمي محتاج يخش معانا في الدوره. سفيان رحيمي لو سجل ولو دخل معانا في الجيم هنفرق كتير جدا، لان سفيان ممكن ان هو ياخد وقت طويل، لان كريم البركوكي لعب اول ماتش ما كانش موفق، النهارده وليد ازارو لعب ما كانش موفق، فانت محتاج سفيان. فانك تدي سفيان ضربه الجزاء عشان خاطر يجيب جون، محتاج تسقيفه للكابيتانو اللي تنازل عن ان هو يسجل الهدف الثاني ليه في المباراه، وللمدير الفني اللي قرر ان هو محتاج اللعيب ده فنسيبه يسدد ضربه الجزاء عشان خاطر منتخب المغرب يكمل بالمستوى الجميل جدا اللي هو بدا بيه في المباراه الاولى. منتخب المغرب اللي زي ما اتكلمنا واحد من اهم المرشحين للبطوله، اللي بيكون مرشح الاول للبطوله بكونه فريق متخصص في البطولات المحليه، وبكون ان الفريق الحالي عرف كويس قوي ان هو ياخد بطوله افريقيا المحليين تحت قياده نفس المدير الفني، المدير الفني اللي بيعمل شغل كويس، المدير الفني اللي بيجبرنا ان احنا نحترمه، المدير الفني اللي بنعدله تصريحاته ونقول له يا كابتن حسين نركز في الملعب وما لناش دعوه باي تصريحات. الف الف مبروك للاخوه المغاربه على حسم التاهل بدري بدري. ان عجبك هذا الفيديو فاعمل لايك، ان لم يعجبك عزيزي استكفي بانك تعمل سبسكرايب، وبعد كده ان شاء الله يمكن في فيديوهات جايه تانية تعجبك، وفي الحالتين اوعى تشتم معلش يعني مش تمشي في الكومنتات، حتى لو شتمت براحتك يا اعمل اللي انت عايزه. This is your channel، اعمل اللي انت عايزه.